السلام عليكم، عبد الحليم شاكير، رئيس جمعية تجار بن منصور للتنمية والتضامن. مرحبا بكم في سوق الهديم. أولا بالنسبة للسوق الهديم، كما يعرف الجميع أنه واحد السوق تاريخي اللي تتميز بواحد الموقع متميز على مقربة باب منصور، على مقربة من المآتير الكبرى التاريخية ديال مدينة مكناس، وموقع استراتيجي اللي يعني اللي سوق تاريخي اللي العمر ديالو 80 سنة. هذا السوق اللي تضم المنتوجات المجالية، اللي هو تيضم كل المنتوجات النسائيه المكناسيه، من المقطرات، من الخليع، من السمن، من التمور ديال التفيلات، من الزيتون المكناسي المعروف بالجوده ديالو وبالشهره ديالو العالميه. هاد السوق عرف واحد الاصلاح للاسف ما اكتملش، اللي نتمناو من المجلس البلدي، من المسؤولين على هاد الشان ديال هاد السوق، انهم يتموا اصلاح هاد السوق. حنا في حاجه للاتمام ديالو، لانه تمثل تتزرع على الاقل في اليوم 300 سائح. إذن هو الصورة، هو جزء من الصورة والذاكرة ديال مدينة مكناس اللي خصها تكون في واحد الحلة، واللي خصو نتمنوا إن شاء الله بعد استكمال برنامج التثمين لساحة الهديم ومرور الطريق، نتمنوا إن شاء الله أنه يتميز بواحد الإضافات يعني اللي تتميزه أنه يدخل بنادم لهذا السوق ديال الهديم ويشوف فيه الطابع المكناسي. يعني ما يمكنش سوق تاريخي عنده هاد السين، هاد العمر الطويل، وتضم هاد المنتوجات المثالية، وتدعم اليد العاملة المكناسية، النساء المكناسيات تيجيو لهنا تيدفعوا لنا الزهار، تيدفعوا لنا الوار، تيدفعوا لنا السمان، تيدفعوا لنا الخليع. إذن هو عنده واحد الدور اجتماعي واقتصادي اللي خصو بطبيعة الحال نتمناو من الجهات المسؤولة أنها تلتف ليه كسوق تاريخي من الأسواق التاريخية الكبرى اللي تتمثل بحال تتمشي لتركيا ولا تتمشي لإيطاليا وتتلقى شي أسواق تاريخية كبرى اللي هي جزء من ذاكرة المدينة. هاد السوق يعتبر معلمة من المعالم التاريخية ديال هاد المدينة. العاصمة الإسماعيلية مكناس، كنبيع مواد الزيتون والخليع والسمن اللي بغيتيو. كاين طريقة، كاين مسلة لا بلدية ديال الدار تقريبا، كاين شتى الأنواع ديالها، وهذه الوقيتة ديالها ريكولاسيون ديالها، هذه الموسم ديال الجن ديالهم. ولكن مع هذه الفاجعة اللي كاينة دابا ديال كورونا والأوضاع المتردية اللي كاينة في مكناس بالنسبة للأشغال ومنها الغلاء ديال السلع، وفيها تقريبا بزاف ديال الساكنه وك عارفين بانها ناس تقريبا دراوش ما عندهمش وماشي شي عندها شي معامل اللي غادي لا يكونوا قايبين. بالنسبه لهاد الموجه ديال الغلاء بالنسبه لهم غادي كاين بزاف ديال غيكون الشغل قاصح عليهم بزاف. ماشي معروفه مدينه الزيتون، ماشي معروفه مدينه الزيتون. ماشي سميتها المدينه الاسماعيليه مدينه الزيتون، مكناسة الزيتون معروفه. هذه الفتره ديال ريكولاسيون ديالها ديال الجني ديال التمر ديال الزيتون. ولكن هذا العام ان شاء الله هذا العام شويه غاليين، لحقاش ما كاينش المحصول، لحقاش ما كانش الشتاء، فاعل المناخ اللي كاين دابا ما كاين ما
كاين عشان راي اوبي اللي يدير الخير. الموجه ديال الاسعار ديالهم تقريبا دابا الزيتون هو غيغلى تقريبا فوق ال 20 درهم ولا 20 درهم. وبالنسبه للمسكين هنايا ما لا حول ولا قوه الا بالله. قناه الدار حنا تنتجادوا في السوق الهديم بائعين الحلويات التقليديه، وحنا في هاد الايامات هاد الاصلاح ديال هاد السوق ديال الهديم شويه تقصحنا، لان هاد الباب البيبان شدوه منا بجوج وخلاو لنا واحد الباب اللي تيدخلوا فيه الناس اللي تيتقداو عندنا، وهاد الباب هذا ما كافيش، لان هاد الباب هذا تيدخلوا فيه الناس وتتحبس فيه واحد الكاميون ديال اللحم، وواحد ديك الباب الناس فيها واحد سميتو فيها واحد الريحه كارهه، الناس تيشوفوا هذيك الريحه كارهه تيقولوا حتى المارشي راه فيه واحد الريحه كارهه، لان الناس ما بقيناش تنشوفوهم، الكليان ديالنا ما بقيناش تنتجوهم كاع تنشوفوهم تيجيو يشريو عندنا. وهذا المارشي هذا تيعاني بواحد 5 سنين ديال هاد الاصلاح هذا وما بغاش يتزال. حنا تنطلبوا من هاد المسؤولين هادو يشوفوا هاد الناس هاد التجار هادو ديال هاد السوق الهديم، لانهم راه قربوا يسعاو، لان تنشوفوا هاد الحلوه ديال التقليديه ما تتقلش واحد الوقت ديالها ونبيعوها، لان واحد الوقت قليل فيها. حنا ضعنا في هاد الحلوه تنجيبوا الحلوه وتنضيعوا فيها وعاود نجيبوا حلوه وتنضيعوا فيها، لان واحد الربح ما بقى الناس حتى المواد ديال هاد الحلوه هذا ولا واحد الثمن ساخن، لان الزيت كي ولات البواط اللي ولا الشوكولات المسائل الانواع اللي ولينا الحانوت كنا نعمروها بواحد 2 مليون 3 ولينا نعمروها ب 6 مليون وما تتكفيناش، لان المنتوج ولا قاصح والناس تيجيو لهاد السوق لان الناس ضعفاء، لان حنا الطرف ديالنا ما بغيناش نجدو فيه. المواد ديال هاد الحلويات زادت 10 المرات ولا 15 المرة، وحنا هي الطرف اللي معلقين في الاول ديالنا هو، لان تيجي عنده واحد الناس ضعيفين اللي خصهم يتقداو بواحد الحلوه. حلوه تنشوفوها في الباتيسريات ولات ب 80 درهم وحنا باقيين معلقين لنا 50 درهم، راه هاد السي هذا وهاد السوق هذا راه سوق ديال الاسماعيليه، سوق تقليدي وتاريخي، لان خصو يكونوا واحد الخدمه الزبار ليه باش يساليو لنا ويفتحوا لنا هاد السوق هذا باش الناس يجيو يشوفوا هاد السوق هذا. وتنشكروا من المسؤولين يجيو يشوفوا هاد الحاله هاد ديال هاد السوق هذا ويشوفوا الحاله ديال هاد التجار هادو مساكن، اللي حنا ما قدرناش نديروا واحد الاحتجاج ولا نديروا شي حاجه خليناها في القلب ديالنا قاصحه، لان حنا هاد السوق هذا الناس اللي فيهم الناس المساكن. وشكرا خويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.